دكتور أيمن، مساء الخير لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. ما أهمية زيارة رئيس الجزائر لمصر؟ أولا زي ما حضرتك قلت في المقدمة، العلاقة بين مصر والجزائر هي علاقة يعني تاريخية. مصر دعمت ثورة الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي، ووقفت مصر وقفة كبيرة جدا بجوار الثورة الجزائرية بداية من عام 1954 حتى انتصار الثورة الجزائرية واستقلال الجزائر. الجزائر أيضا ردت هذا الأمر بإرسال كتيبة ووقفت بجوار الجيش المصري سواء في حرب 1967 او في 73. حديثا وبعد ثوره 30 يونيو 2013 كانت اول دوله يقوم بزيارتها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه المسؤوليه في بدايه النصف الثاني من عام 2014، كانت هي زياره للجزائر. هذا يؤكد ان الجزائر لها مكان ومكانه كبيره جدا في الوجدان وفي العقل وفي القلب وفي الاستراتيجيه المصريه. طبعا في ظل التحديات اللي تمر بها منطقه ليبيا طبعا والشمال افريقيا ومنطقه الساحل والصحراء، لابد ان يكون هناك تعاون بين اكبر دولتين في هذه المنطقه وهي مصر والجزائر. الملف الليبي يهم مصر والجزائر بشكل كبير للغايه، وهناك تقارب في وجهات النظر المصريه والجزائريه بضرورة أولا استكمال خريطة الطريق التي تم وضعها في ليبيا والتي بدأت بوقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، وكان يفترض أن تستكمل بإجراء انتخابات في 24 ديسمبر الماضي، لكن للظروف الداخلية الخاصة بالشعب الليبي لم تجرى هذه الانتخابات. لكن مصر والجزائر بتدفع باستكمال كافة المسارات في الملف الليبي إلى نهايتها، سواء ملف توحيد المؤسسات الأمنية الليبية ما بين الشرق والغرب، سواء توحيد المؤسسة المالية الممثلة في البنك المركزي الليبي، أو حتى القيام ببعض الإجراءات التي تسهل حياة الليبيين مثل إعادة الإعمار أو فتح الطرق أو ما إلى ذلك. لكن الملف في تقدير المهم جدا هو ملف الساحل والصحراء، انتشار المجموعات الإرهابية والمتطرفة في مجموعة الساحل والصحراء والتي تبدأ من تشاد والنيجر والسودان شرقا وصولا حتى ساحل المحيط الأطلنطي غربا عند بوركينا فاسو وجنوب مالي. هذه المناطق كلها بتشكل منطقة عبور للمجموعات الإرهابية والمتطرفة وتشكل خطر على كل دول المنطقة. لذلك التعاون المعلومات والاستخبارات والعمليات أيضا ما بين مصر والجزائر في غاية الأهمية. يضاف لكل ذلك دعم أيضا التوجهات في دولة تونس الشقيقة. معروف أن تونس منذ 25 يوليو الماضي قام الرئيس قيس سعيد بإجراء في غاية الأهمية الهدف منها إعادة الاستقرار والأمان للشعب التونسي. مصر والجزائر أيضا متفقتان تماما على هذه الإجراءات ودعمها ودعم الرئيس قيس سعيد في الفترة القادمة. كلمني عن البعد الاقتصادي في زيارة الرئيس الجزائري لمصر. طبعا الجزائر دولة كبيرة جدا، أولا من حيث المساحة ومن حيث الموارد، ومن الدول التي لها باع طويل جدا في مجال الطاقة تحديدا، والتعاون والتبادل التجاري ما بين مصر وبين الجزائر كبير جدا في مجال الطاقة. نتذكر عندما يعني قامت ثورة 30 يونيو كان لسه لم يكتشف حقل ظهر وكان هناك مشاكل كبيرة جدا، كانت الجزائر من أهم الدول التي تورد البوتاجاز للدولة المصرية وللشعب المصري، وتحديدا في النصف الثاني من عام 2013 وفي 2014 لعبت الواردات من الجزائر في هذا الأمر دور كبير جدا في بداية يعني النشاط في القطاع الطاقة المصري، حتى تحولت مصر الآن إلى مركز إقليمي لتوزيع وتجارة الطاقة في شرق متوسط. مصر والجزائر يمكن أن يتعاونا في هذا الأمر باعتبار أنهم لديهم خبرة كبيرة وكوادر كبيرة في هذا الأمر. أيضا هناك تعاون في مجال هناك التبادلات سواء فيما يتعلق بالمواد المصنعة أو القيام بجهد مشترك واستثمارات مشتركة في أفريقيا، لأنه لا تنسى أن مصر والجزائر هما من الوجوه المقبولة جدا في أفريقيا. هناك تفكير أن يكون هناك صندوق مشترك للتعاون الثلاثي في أفريقيا، بمعنى أن يكون الصندوق مصري جزائري ويتم الاستثمار في دولة ثالثة مثلا زي كينيا أو أوغندا أو غيرها. لذلك في آفاق كبيرة جدا للتعاون ما بين مصر والجزائر في المجال الاقتصادي، باعتبار أولا عندهم خبرة وعندهم أيضا وجود في القارة الأفريقية. كلمني عن الزيارة الخاطفة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات، لماذا كانت ومفاجئة ولم تستغرق سوى يوم أو ساعات؟
أولا هذه الزيارة كانت في غاية الأهمية لتقديم الدعم الكامل وغير المشروط من أكبر دولة عربية تمثل ربع سكان العالم العربي وهي الدولة المصرية، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائما يقول ويؤكد في كل المناسبات أن أمن الإمارات مرتبط ارتباط وثيق بالأمن القومي المصري، وأن أمن الخليج هو خط أحمر، وبالتالي كان الاعتداء على الأهداف المدنية وعلى المطار و الأماكن المدنية في أبو ظبي من قبل الحوثيين، أولا هذا يتناقض مع كل القوانين والأعراف الدولية، ويعطي الإمارات وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة مبدأ الدفاع عن النفس أن تقوم بكل ما تقوم به من أجل الدفاع عن نفسها. لذلك أنا في تقديري أولا سارعت مصر بإعلان التضامن مع الإمارات بشكل كبير، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاتصال بسمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، ثم بعد ذلك تم استكمالها بذهاب السيد الرئيس بنفسه ليؤكد وقوف الشعب المصري كقيادة وكحكومة وكشعب بجانب دولة الإمارات في هذا المشكلة، لأن معروف أن الدول العربية لابد أن تقف بجوار بعضها البعض. الإمارات وقفت بجانب إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو بكل ما تملك من إمكانيات اقتصادية وسياسية، وطبيعي جدا أن يكون هناك أيضا وقوف من قبل الدولة والشعب المصري مع الإمارات في هذا الأمر. مصر لديها وجهة نظر في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط تقوم على تبريد الصراعات وتهدئة التوترات، وأن تكون هناك الوسائل السياسية والدبلوماسية هي الوسائل الوحيدة لحل المشكلات، وليس لغة البندقية والرصاص كما يحاول الحوثيون ومن يدعمهم. لذلك أنا في تقديري الدور المصري في المنطقة العربية دور مقدر، هناك مقبولية مصرية في كافة الدول.